الناس. تغيرت الايام، تغيرت الايام. شو صراف؟ لا يا مان، شو وقف الشغل؟ شو عندي خبرتين، وحده حلوه وحده بشعه، اياها بدك بلش؟ بلش بالحلوه. لا لك بدي بلش بالبشعه لانه هيك كتبهم انا هشام. شو البشعه؟ البشعه حبيبي انه هاي اخر حلقه تلفزيونيه بعملها انا، انبسطت انه اشتغلت معكم. مرسي لك وللام تي في، عملنا كثير مصاري وعملنا ستاند ابيت وكذا، بس صرت بغير ليفل يا كبير. ليه وين صرت؟ عم بشتغل بالممنوعات. شو؟ بالممنوع مخدرات؟ مخدرات ممنوعات يا هشام. شو لك؟ بيضيفوها ضيافي ما بقى تحرز. عم بشتغل يا كبير بوراق الأكاثر للدوائر وبورق البول.